ماشي كره اصلا. كره كتعطيك لا سونتي، كتحافظ على لا سونتي ديالك، كتحافظ على الصحه ديالك. عليكم رحمه الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. شاب يعني لعب في عده فرق في المغرب، يعني فرق اللي هي قويه تبارك الله، ولكن اليوم جاي يعترف المغاربه بانني صافي انا ما بقيتش بغيت نلعب الكره. عليكم رحمة الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. شاب يعني لعب في عدة فرق في المغرب، يعني فرق اللي هي قوية تبارك الله، ولكن اليوم جاي يعترف المغاربة بأنني صافي أنا ما بقيتش بغيت نلعب الكرة، ولا عنده حلم آخر هو غادي يقرب المشاهدين الفرق اللي لعب معاهم. قدم نفسك للناس أخويا. بون جو مابيل زكريا الهيبة، جي 19 عام. J'habite à Casablanca, bien sûr, exactement à Sid Barnoussi. Comme je l'ai dit, j'ai joué avec deux joueurs. Le grand joueur, le grand joueur, le chérif, qui est sorti de deux joueurs dans le cadre de l'Ouar, Rachid Barnoussi, bien sûr. Bon, Rachid Barnoussi, j'ai joué avec Rachid Barnoussi. Le grand joueur. Ah. Tabarak Allah. Qu'est-ce que tu as dit pour Rachid Barnoussi? يعني واش شاد الهجوم؟ شاد الهجوم. الهجوم. في المسيره الكرويه ديالي لعبت ديما تسعود. ديما تسعود. افون سونتر. وموراها لعبتي مع فرق اخرى ثانيه. لعبت مع العرفان البرنوصي. ولعبت حتى مع النصر البرنوصي اللي كنقدم الشكر. كنوجه التحيه للكبير فنان، هادو مدربين راه معروفين في برنوصي ديال رشيد البرنوصي. كنقدم الشكر حتى المدرب ديال العرفان السي خالد، شكرا. كنقدم حتى الشكر لعبد الرحمن السفري اللي هو الاخ ديال يوسف السفري. تبارك الله لعاب معروف. اي اكزاكت. والحلم ديالك واش كنتي بغيتي تمشي للراجا الوداد؟ كنت باغي نمشي للراجا. هذا هو الحلم ديالك. هذا هو الحلم. شنو خلاك ما تكملش في الطريق؟ صافي شفت الوعود الكاذبه ديال المدربين. عده مدربين اخرين ماشي. فرق كبيره تبارك الله وطنيه في المغرب، يعني ماشي بالسهل باش غتخلي الكره وتمشي لدومين اخر. يعني هادشي مؤسف اخويا العزيز. مؤسف بيان سور، غيكون مؤسف. اللي هو شوف نقول لك واحد الشيء، الله بعد عليك واحد الحاجه. الا هو هي خير. هي خير. فهمتيني؟ واخا خديتي شي وعود اخويا؟ خديت وعود. شنو هاد الوعود؟ بغينا نعرفهم حنا والمشاهدين. غنديك للشباب المحمديه، غنديك الرائد، غنديك 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 غنديك. الحلم ديالك تمشي للشباب المحمديه. ماشي هو شوف ماشي حلم، ماشي كان حلم، بل هي وعود كاذبه. وعود كاذبه. وعود كاذبه، ماشي هي حلم. ودابا شنو بان لك غادي تكمل في الدومين ديالك؟ لا 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 غنحبس. علاش اخويا؟ غنحبس حيت صافي يعني داك الجهد اللي غنلعب به كرة القدم صافي ما بقاش عندي. يعني صدمة. صدمة. صدمة وكانت شحال هذه ولكن صافي. صافي واخا شي كلمة للناس اللي في الدومين ديالك، اللي أنت دابا قلتي لي ضيعت مستقبلي عامين ديال الكرة. يعني واه ماشي حتى عامين راه بزاف. بزاف يعني بزاف. كان مستقبل عندك الكرة. كان مستقبل. ياك. اشني الكلمه ديك اللي بتوجهها للشباب اللي بحالك انت؟ الشباب اللي فحالي اللي الله باغيين يبداو كره ولا الشباب اللي سالاو كره؟ لا اللي الله بغا يبداو الكره. اللي الله بغاو يبداو كره. ما تحطمهم، قول لهم. شوف نقول لهم حاجه واحده، ننصحهم كنصيحه اخويه ولا اخويه. مرحبا. غادي نقول لهم شتوا في الكره ديالكم، ثبتوا، كونوا باسيوني بالكره ديالكم، لعبوا الكره، سمعوا الاراء ديال المدربين. ماشي اي مدرب غادي تلقاه كيعطيك الوعود الكاذبه بيان سور. كاينين اللي كيعطيوك وعود اللي وكيوفيو بيع فهمتيني. دونك كنقول لهم لعبوا كره مزيان، ما تخرجوش للطريق، هذه هي النصيحه. ما تمشيوش للبليه، حيت البليه اصلا ما فيها والو. حيت لا لعبتي كره اصلا، كره كتعطيك لا سونتي، كتحافظ على لا سونتي ديالك، كتحافظ على الصحه ديالك، كتحافظ على الصحه اون جينيرال. ما تخليكش تمشي للبليه. ما كتخليكش تمشي للبليه شحال من حاجه. واخا شي كلمه الاخيره. الكلمه الاخيره هو كنقول شكرا للكره الوطنيه في المغرب. المغرب شكرا.